صباح الورد. صباح الورد، كيفكم؟ اهلا كيف بالشرطية. اهلا ربا. تمام. اغنية شيف نضال المفضلة هاي عندي. بحبها شيف. هاي اغنية شيف نضال المفضلة. المفضلة هاي انا. كثير حلوة هاي الاغنية. يلا نسمعها. يلا. عليك دكتورة. كيفك شيف؟ تمام نشكر الله. الحمد لله رب العالمين. طيب عمل سلطة طيبة اليوم. طيب حبايبنا احنا اليوم زي كل يوم ثلاثة نحن برعاية كارفور، أكيد شيف نضال بستعمل كثير منتجات من كارفور، بدلكم على منتجات جديدة، حتى أنا مرات بكون بنبسط اللي بتعرف على شيء بروح بشتري لأنه بلزمه أولاً يعني جودة عالية أسعار منيحة كثير. اليوم بدنا نعزمك على قهوة. يلا. في عندنا اليوم هاي الـ 3 in 1 من كارفور، في طبعاً هم عندهم البلاك هاي. بس انا اليوم بدي اعمل لك 3 ان 1 جبالك. يلا شو رايك؟ اجراءاتك. انا اجراءاتي، انتوا اطبخوا صحي وانا بعمل 3 ان 1 اشياء زاكيه من كارفور. زي ما قلت لكم في البلاك هاي اللي هي القهوه سريعه الذوبان جولد، وفي هاي كمان كتير زاكيه هيهم جنب بعض، هدول هاي كمان من كارفور. يلا ايش تختاروا؟ انا هديك هاي 3 ان 1. انت 3 ان 1 انا باخذ. انت بلاك شاف. انا معك 3 ان 1. معي 3 ان 1 يلا من كارفور. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، شرطية على شمالي والله يستر. يا لا 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 أسوي سليم. يا دكتورة نياك اليوم سلطة صيفية كثير زاكية، ناخذ المقادير كثير طيبة. يلا. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ خلينا نشوف هالمقادير سلطة اليوم بإشراف ورعاية الدكتورة ربا. يلا فيها خضار، فيها أشياء لذيذة. طيب سلطة الجبنة بتتبيلة الخل البلسمك، 4 أكواب أوراق الجرجير، كوب بندورة كرزية، كوب مشمش مجفف مقطع، كوب جبنة بيضة مقطعة، 3 معالق كبيرة خل بلسمك، 3 معالق كبيرة زيت زيتون، ملح وفلفل. سهلة وطيبة ولذيذة، وفيها فيتامين A كتير عالي، وفيها فوليك أسيد كتير عالي، وفيها حديد كمان. طيبة كتير يعني هاي فيهم كمان ياخدوها طبق رئيسي. صح يعني صح على الغداء مثلا، على العشاء او بالعشاء لما مرات مش عبالك تاكل اشي بتاخد وجبة أساسية. اذا خففوا الجبنة شوي دكتورة يعني بيصبح الموضوع اكثر. طيب تعرف ما صارت السلطات شيف هلا يكون وجبه رئيسيه لما تكون فيها بروتين وكاربز ومش دائما روان السعرات. يعني مثلا هاي الطبق رح يكون فيها سعرات منيحه لانه فيها جبنه. ايوه ايوه صح مجففة. صح بس هذا ما بيعني انه ما بتزبط، بالعكس غنيه ومفيده. صح يلا. يلا اول شيء بدنا نسوي دريسنج مرتبان دكتوره. اي هاي بحب الطريقه تحطهم مع بعض. صح ملح ملح وفلفل والفلفل الاسود خردل شوية صغيرة حتى تتماسك كلها مع بعضها. بيعطي نكهة كتير طيبة كمان. نكهة طيبة نعم. لا والخردل بمسك الأمور كلها مع بعضها. صح خل بلسمك، إذا ما عندكوش حطوا ليمون، إذا ما عندكوش حطوا خل عادي، إذا ما عندكوش دبس رمان ممكن أي شيء بصير. هاي زيت وهلا بنخلط. حبيبي حاضر من وبعديها بعد إحنا ما حطينا كل الأمور مع بعضها نخلطها. بلش نحكي بسم الله الرحمن الرحيم وبنخلط هالدريسنج. طيبة شوفوا كيف بلشت عندي دريسنج يصير مستحلب. طلعوا لأنه ليش؟ لأنه حطينا ماسترد بمسك الخردل هو اللي رح يمسك الزيت مع الخل بالضبط لأنه لما هذا بنفصل. طلعوا شوفوا صارت جاهزة تعطي كريم. حتى بقولهم دايما بالمكاتب لما تروح شغلك طويل حد يعني زي هيك سلطة تعتبر بدل وجبة. يعني طبعاً الناس بتغدوا الساعة 5-6، أنا هيك من الناس بعملهم، بعمل صحن سلطة وبحط الدريسنج بتبر وير بالضبط وقبل ما بدي أجي أكلها بالمكتب بديرها. حتى اليوم رح نحط الدريسنج آخر البرنامج عشان يضل السلطة فريش. حافظ يعني بنصحكم الدريسنج آخر لحظة بالتقديم. صح هي أوراق جرجير يا بي محلاهم. شوف بي المنظر وهلا بالصيف تعرفي حتى الناس ما مش قادره تاكل اكل طبيخ وهي انا امبارح ما اكلت شيء سندويشه شوب سندويشه فقط لا غير دكتوره. بدك شيء بارد بدك شيء يعطيك سواء يعني بتعرفي انا مرات مثلا سلطه بحط بطيخ وجبنه وخيار هي شو زاكي كثير طيب لانه الواحد مش قادر ياكل فعلا. هي عندنا هالجزيرات تمام تمام. الان نيجي على البندوره الكرزيه بنرتبها قصصها كثير لذيذ شيف كثير حلوه السلطه. انا برايي لا تكون حلوه لازم. والعين اللي بتاكل يا شيف. بعدين دائما بيحكوا البندوره بتحب السوائل وهي المعلومات الخاطئه او المغلوطه اللي دائما بنعيدها وبنزيدها. المشكله بالملح وليس بالبندوره. بس لازم تعيديها لاني لهلا بسمع هاي والبندوره فيها بوتاسيوم كثير منيحه طبعاً. للناس اللي عندهم ضغط يعني شيف نضال بوتاسيوم ماخذ قهوتك من كارفور جاهزه. هاي جبنة بيضة يا ضيمة أحلى المنظر. شو في هذا بالصيف ما أطيبها؟
بشهي. لان هاي سلطات صيفيه. هي قهوتي بلاك. يسلم ايديكي. ضبضبنا كثير حلوه شف. وهلا المشمش يمكن اخر شيء طبعا عشان يبين. يا سلام. طبعا المشمش ولا عنده فريش برضه طيب هلا، لانه في مشمش بالضبط حلو بالضبط. يعني بنقدر نستغله، بس هي المشمش مجفف فيه هيك نكهه حلاوه طيبه. حلاوه اكثر. مشمش غني جدا بفيتامين اي، مهم جدا للمناعه، فيه نسمه من فيتامين سي، اليافه عاليه. صحيح. للناس اللي عندهم امساك. صح. دائما بنقول لهم حبتين قطين، حبتين مشمش بالليل قبل النوم مع كاستين مي برضه ملين. بتعرفي ما احلى الوان، ما احلى الالوان، الوان الصيف. طبعا فينا كمان نضيف عليها مثلا جوز او مثلا بذور القرع بصير كمان، بس احنا شايفين طفي وجبه متكامله. بس حلو يعني انت بالسلطات الواحد بيقدر بشكل. ينوع ويشكل. صح ايوه. ناخذ قويه الفاتوره. ايش هي الفاتوره؟ يلا فرجونا الفاتوره تبعت السلطه. قيمه الغذائيه، أنا قسمت هاي الكمية لأربع أشخاص، الحصة الواحدة فيها 280 سعرة حرارية. 280 سعرة حرارية. 25 جرام نشويات اللي هي جاي أكيد من الفواكه، 8 جرام بروتين غنية بالبروتين، 3 جرام ألياف، 17 جرام دهون، تعتبر غنية بفيتامين A وفيتامين C والحديد. قلت بلاش ازيد لهم سعرات حراريه وهم مش حاسين. الله يرضى عليكي. لا تمام. هي سلطتنا دكتوره اليوم. اخر شيء حنضيف عليها الدريسنج اللي احنا جهزناه طبعا وجاهز عند التقديم فقط لا غير. لا تستعجلوا في الدريسنج، انه عيارنا حطينا دريسنج على السلطه خلص السلطه خلاص. اخر يعني احلى من الالوان هاي اللي عملتها. وبعدين سهله انت بالمكتب شغله ماشي. بالشغل بقول لهم دائما الخضار بتقدري تغسليها ترتبيها. صح. وتقطعيها الصبح وتحطيها بكبر بس بنسميها الزواذي لما نطلع الشغل. زواد زواد معه للشيف. هلا ناس باخذه، بتعرف شو اسمه هذا؟ صفر طاس. صفر طاس طبعا باخذوه لانه بحافظ على سخونه الاكل، فبتلاقيهم باخذوا مثلا زمان ليه كان صحي بالاكل لانه كانوا يروحوا باكلوا باميه، باكلوا فاصوليا، بحطوا الرز، اكل البيت طبيعي اكل البيت. هذا احلى شيء بالعالم. وين بدك تحطه شيف؟ هاي دريسنج عندنا موجود، خليه على الاخر نضيفه في اخر. شوف كيف صار دريسنج، طلعوا اخر الحلقه اتماسك تماما وصار كله يعني مش فارض. شيف تقدر تعدل لنا شو حطينا بالدريسنج؟ حاضر. اذا كيف عملنا هالسلطه اليوم الصحيه؟ اول شيء بدينا في تحضير الدريسنج المكون من الخردل والخل البلسمي مع زيت الزيتون ملح وفلفل، وبعدين خلطناهم باستخدام هالمرتبان الصغير. بعدين باقي المواد رصيناها في جهة التقديم، ورحين نضيف هالصلصة في آخر لحظة عند التقديم. وصحتين وعافية. والسلطة هاي تعد طبق رئيسي حسب تعليمات الدكتورة روبا. يعطيك العافية. هذا أهم شيء شفت يعني تنال رضا روبا. لا 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 100% الحمد لله. دائما حتى الأطباق الرئيسية اللي بعملها كتير طيبة. إحنا أصدقاء، إحنا دكتورة روبا أصدقاء يعني. لسه مرات منغش أنا سمير، مرات سمير منغش صراحة مرات حسب سمير. بس إن جنرال يعني ما عندنا مشاكل مع حدا. قابلين فيها وين نحطها شف؟ أيها نحطها هناك. يلا آخر شيء أقدم عليها إن شاء الله جنبها هالدريسنج عند التقديم أو في نهاية الحلقة.